بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. أخي الرجل، أخي الشاب، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد ومن والى محمد إلى يوم الدين، ولعنة الله على كل من عاداه وعاداهم إلى يوم الدين. أخي الكريم، أخي الحبيب، راح أعطيك وصفة صحيحة 100%، ولا أريد منك شيء. لا تحط لي لايك ولا تقول لي شكرا، أنا أجري عند من لا تضيع عنده الأجور، عند من لا تضيع عنده الودائع. خذ كل وصفاتي قلب بالقلب، ما في 99% 100% بإذن الواحد الأحد. راح أعطيك وصفة بسيطة ورخيصة جدا، تشتريها وتحطها بجيبتك، تعملها قنينة، تخلطها في زيتين، تخلطهم ببعضهم وتدهن فيها لحيتك الغانمة، الله يطولها بالصحة والخير وعلى التقوى والدين ويهدينا جميع، وتطول شعرك وتلمعه وتخلي شعرك كده يلمع وطويل وملس ونظيف وريحته عطر. في عندي طال عمرك زيت الحرمل، في عندي زيت الحرمل، زيت الحرمل، زيت الحرمل، وفي عندي طال عمرك زيت الورد فقط، لا نزيد ولا نزايد. إذا سمحت كل نص طولة، كل نص طولة من هذه، نص واحدة من زيت الورد، كل نص واحدة من زيت الورد تحط، كل نص واحدة من زيت الورد هذا، نص طولة هذه تحط عليها طال عمرك ربع طولة، بس ربع طولة من زيت الحرمل. بعد ما تحطهم طال عمرك وانا اخوك، تجيب زيت الزيتون من الجوف، أرض الخير، أرض البركة، أرض المحبة، أرض الناس الصنعة، تضيف عليهم الربع، يصير عندك ربع حرمل وربع زيت زيتون من الجوف، من الجوف، من أي منطقة من الجوف، وعندك نص تولة ورد، تخلطهم ببعضهم وتخلطهم وتحطهم بجيبتك. كل يوم الصبح من خشيت المدرسة، من خشيت الوظيفة، من خشيت الدفاع المدني، من خشيت الوظيفة حقك، ها تحط على يديك وتفركهم وتدلك، وخصوصا فروة الرأس وراسك، رأسك كله أول شيء، فروة الرأس ثم رأسك كله، وتتركه لما تروح على الدار غسل رأسك، غسل يديك أو افرك يديك ما يضرك، يفيدك إن شاء الله، واغسل برا واحد، غسل رأسك، توضى كذا، غسل رأسك وارتاح، تغدى ونام، وضرب من هالكبسة، وضرب من هالكبسة الحاشي، وقول زيق زيق وفرفش ونعس كل يوم كل يوم. من ما بغيت، من ما نمت ها اغسل ساوي لراسك، وحط طاقية بلاستيك هاي اللي حطوها بالحمام على راسك، ها حزم راسك ونام. الصبح غسل راسك عند صلاة الفجر، مي سخنة، مي فاترة يعني، غسل راسك وخلاص كل يوم كل يوم، ها حتى تخلص التولة. من خلصت التولة هالقنينة تشوف النتيجة، العجب العجاب. أبو عبد العزيز العشاب، شمع حنا لها، كون معي، اضرب ادعس اشتراك، دف بالواتس، الله يرحم والديك ويجمعني فيكم بالجنة جميع. شكرا، ميرسي.